نور، أولى فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع كنا عم دردش فيه هيك تحت الهواء. كثير من الناس بالنسبة إلى الأكل مو مجرد بس غذاء، أحياناً في بعض الناس متعة وفي ناس فشة خلق. صحيح. لهيك في نوع من أنواع الاضطرابات بتناول الطعام بسموه اضطراب المتعلق بالمزاج، إما بصير في عنا شيء اسمه الشره بتناول الطعام أو الشره العصبي أو عدم الإقبال على الطعام بالمرة كمان سبب عصبي ونفسي. البعض بيربط هاي الحالات احيانا بالحاله المزاجيه، تغير المواسم، الاكتئاب. هلا كثير عم نسمع ناس مكتئبه، في ناس بيزيد عند الاكل وفي ناس بينقص عند الاكل. كل هاي التفاصيل رح نعرفها اكثر، نعرف كيف فينا ننظم حياتنا ويظل الغذاء هو مصدر صحي لجسمنا وليس مصدر مشاكل او اضطرابات. كل هالموضوع رح نتعرف عليه اكيد مع ضيفتنا بالاستوديو الأخصائية بالعلاج والتغذية رغداء الجبري. أهلا وسهلا فيك أستاذة رغداء. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بالاضطرابات الأكل، خلينا نعرف أنواع اضطراب الأكل لكل الناس اللي عم يتابعونا. شو هي أنواع الاضطراب؟ يعني نحن بنشوف أحيانا اضطراب يا حدا بيروح نحو الشراهة وبياكل كثير، او حدا اضطر يعني بتلاقيه بيضرب عن الاكل حسب الحاله المزاجيه او الحاله العصبيه اللي بمرر فيها. صباح الخير اول شيء. هلا في عنا الشراهه بالاكل والنهم بالاكل، وفي عنا فقدان الشهيه مثل ما حكيتي. ترجع لنفسيه او عادات الشخص من الاساس، يعني انا شخص اكول، بحب الاكل، مزاجي بيروح دائما على الاكل، وقت بفرح وقت بزعل. فوقت تغير الفصول بيصير هيك شوية اضطرابات بالجسم، تغيير مزاج. في الناس اللي بتحب الصيف أكثر ممكن تحس إنه أنا فايتة على اكتئاب. في ناس لا، ما دخل الفصول، ممكن أنا حدا عصبي، حدا مكتئب، مبلش الاكتئاب عندي. ممكن إنه أنا مارر بظروف معينة فأنا اتجهت للشراهة والنهم بالأكل. وفي منهم اللي بيكونوا عندهم ياها يعني مثل وسواس قهري، إنه أنا لا، ممكن يكون يعني ما عندهم هالزيادة الأوفر، بس هن عندهم هاي الوسواس، عندي زيادة بهالمنطقة، لا عندي كم كيلو زيادة، أنا لازم روحهم، فبتصير الحالة مرضية. بنفس الوقت هن بيحبوا الاكل كثير، فبتلاقيهم بياكلوا وممكن انه يتقيؤوا مشان يطلعوا الاكل اللي اخذوه ما يسمنوا. ممكن ياكلوا ويندموا، يزيد الاكتئاب عندهم، يرجع ياكلوا. الكورتيزول العالي كمان ممكن ياثر كثير على موضوع الشهيه، ان كان بالفقدان او بالزياده. فحياثر لي على السياله العصبيه، حياثر على مقاومه الانسولين، فهذا كمان إما حيزيد الأكل بطريقة كتير كبيرة وممكن إنه يسبب الفقدان. فقدان الشهية هو الأصعب الحقيقة، لأنه بيكونوا مزاجيين كتير، فهن بيمتنعوا عن الأكل، بخف نومهم، فكمان الاضطراب حيزيد أكثر العصبي ويرتفع الكورتيزول بشكل أكبر، فكل الأمور حتتخربط عندهم، من غدد، من كبد، من بنكرياس، فحنلاقي الامور كلها فاتت بدوامه. صحيح. ويمكن بنبلش بنشوف ظهور امراض ثانيه اخرى تتعلق بهذا الموضوع. خلينا نحكي عن كل حاله فقدان شهيه او كل حاله شره نحن ممكن نوصفها ونقول انه هي بحاجه لعلاج، او في حالات طارئه ممكن كل الناس تمر فيها. احيانا بنعرف واحد مثلا ضايق شوي، معصب شوي، حاله وبتمر عابره، كيف انا بعرف انه لا هي الحاله اصبحت مزمنه وبحاله لعلاج؟ وقت أنا فقدت الشهية عندي وزاد الاضطراب، اضطراب النوم، اضطراب الشهية بشكل نهائي، يعني ممكن إنه يمر يوم وما يأكل شيء نهائياً، يبقى على المي أو يبقى على شغلة بسيطة كتير، تكرر هذا الشيء أو استمر، مو تكرر بشكل متقطع، استمر أكثر من يوم، ممكن إنه هذا الإنسان يفقد من فيتاميناته وشوارده وسوائله، فنحن حنفوت بمرحلة بقى ثانية صعبة، ممكن يحتاج مشفى حتى، مو بس أخصائي تغذية. نفس الشيء البدانة، وقت أنا شراها شراها شراها، أنا ارتفع عندي الأنسولين، ارتفع عندي ضغطي، ارتفع كثير أمور تخربطت بجسمي. وقت بفقد السيطرة أني أنا أعمل ستوب، عفوا أنا أي تغيير الجو،
بفقد السيطرة، أنا خلص كبرت المعدة وبلشت إني أنا ما أعرف منين بدي بلش إني وقف هذا الأكل، منين بدي أعبيها. فأنا هون لا خلص لازم أتشجع وروح لحتى لأخصائي يحدد لي كمياتي ونوعياتي. خلينا نفصل شوي أكثر معك دكتورة، يعني حكينا يمكن عموميات بالنوعين، بس لما نقول مثلا كلياتنا ممكن نزعل ما ناكل، يعني مشان ما نقول قلتي خلال يوم او يومين، ممكن حدا يمر بفتره هيك مثلا مكتئب او زعلان بيقعد يومين بلا اكل وبعدين بيرجع بياكل. الحاله المش طبيعيه لعدم تناول الاكل، يعني لما اقول انا لا هون فتت بحاله اضطراب فعليا كم يوم الاستمرار مثلا انا يعني كلياتنا ممكن نقول وسطيا اسبوع انه خلص الانسان حيفقد كل شيء عنده من مخازنه الاساسيه، ما عاد يعطيه شيء. يعني بتشوفي ناس مثلا بتضطر يعني بتوقف عن الاكل، بس هي ما فيها ما تدخن، ما فيها ما تشرب قهوه، ما فيها ما تمام، يعني في شغلات بسيطه هي تماما مستمرة عليها. صحيح استمراريه، بس يعني نحن بالنهايه ما عندنا هالاجسام اللي كثير مخازنها صحيحه الفيتامينات والمعادن. فبالاخير يعني قد ما طالت اسبوع هو حيكون غير قادر على الوقوف يعني حتى. فهو بحاجه انه بقى خلص ممكن سيرومات وممكن كثير اصلا. والشراهه نفس الشيء، اذا حدا مثلا ما كثير كان بياكل وفجاه هيك يعني تعرض لصدمه نفسيه او كذا، فهيك غالب اللي عندهم زياده يعني بصير شراهه ونهم هن اساسا بحبوا الاكل، بس زادت بهي الفتره العصبيه اللي مروا فيها زادت اكثر. اما شخص هو بالعاده ما بحب الاكل مستحيل انه يحسن ياكل هاي الكميات، حتى المعده صغيره يعني ما حتتقبل هاي الصدمه اللي حيقدم له اياها. بس زياده الاكل وارد جدا للناس اللي هن اصلا عندهم حب للاكل. يعني المتعه عندهم هي الاكل، بس نحن كنا باوقات يعني اللي ما فينا شيء او متزنين خلينا نقول، اعرف اتحكم شوي بالنوعيات بالكميات، اعرف انه انا هذا التوقيت اعمل شويه دايت، اعمل شويه رياضه، يعني تستمر شوي الامور. اما هيك بيكون هو فات بالستريس والاكتئاب، حتى رياضه ما بده، حتى مشي ما بده، ينعزل عن العالم، ممكن يحط يقعد بغرفه لحاله، انا ما بدي اشوف حدا مشان ما يشوفني وانا عم باكل بهالطريقه، لانه ممكن ياكله بطريقه كثير يعني اوفر يعني شوي، فهو حيخجل من حاله ينعزل عن البيت كله، وبتصير كمان هو حيتفشش بالاكل بطريقه اكبر وياكل بشكل اكبر. هون بقى فتنا بالخطوره، انا ما عم بعرف اتحكم بحالي. صحيح. طيب رغداء، خلينا نحكي عن فكره مهمه ذكرتيها اللي هي نوعيه الاكل وكميه الاكل. في ناس يمكن ما بتاكل كثير ولكن جسمها غير صحي بسبب نوعيه الاكل اللي بتختارها، يعني في ناس بتعبي بطنها بالنقرشات مثلا شيبس شوكولا، هدول القصص اللي هي المفروض بيحسوا انه هي بتعطيهم طاقه، بس هي ما بتعطي غذاء وما بتعطي افاده وبتثمن، يعني بتعطي كالوري زياده عن اللزوم. بيقول لك انا ما اكلت شيء، يعني كل اللي اكلته كيسين شيبس وثلاث شوكولا، يعني ما اكلت. الاعترافات بتصير بالاول بيكونوا ما بناكل شيء نهائي عم بسمن، بعدين الاعترافات بتبلش. صحيح. النوعيه، خلينا نحكي عن نوعيه الغذاء، النظام الغذائي نفسه قد ايه بياثر، والتوقيت، يعني مثلا نحن بنعرف انه بالليل حرق الجسم غير بقلب النهار، فصح انت اكلت وجبه صغيره بس توقيت الاكل تبعه هو اللي غلط. يعني هلا النوعيه بتحدد لي انا صحتي وين رايحه، والكميه انا قد ايه وزني حيكون، فالنوعيه كثير مهمه. انا ما فيني اعتمد بس نشويات بنهاري، فاكيد انا لو حدا ما له عنده زياده بالوزن انا حروح على امراض، فتنا بامراض ثانيه او دهون عاليه او دهون مهدرجه سكريات عاليه، فهي كلها حتاثر علي صحيا يعني غير الكميات والوزن. لهيك هلا نحن دائما فصل الشتاء بحسوا انه بلش البرد، انا بحاجه لطاقه، بحاجه لحراره، حلويات، فبصيروا النشويات والحلويات بياكلوها وبياكلوا بوقت متاخر، السهره طويله باعتبار الليل طويل، فهي هي المشاكل اللي بتصير هلا بالشتاء. مع العلم هو يعني كنصيحة عامة أفضل توقيت لأني أنا بلش دايت بطريقة جدية هي الشتاء، لأنه بالعكس أنا وقت عم بعمل دايت مع شوية رياضة، الرياضة هي حتحفز لي في أحماض أمينية تفرزها العضلات، فهي حتساعد على حرق الدهون، حتعطيني حرارة بنفس الوقت أنا حأخسر وزن. الحالة العكسية تبع كيف نحن بنحكي على جلسات تكسير الكرايو وهي القصص، الحالات العكسية بين الحرارة الخارجية والداخلية.
انا وقت بدي اكل بالليل، يعني في كثير ناس نحن بمجتمعنا انه نحن ببلش اكلنا بفتره المساء او غدانا حتى متاخر، اغلب الناس لانه الناس عم تشتغل يعني ما عندها نظام غذائي، في عندك شغل بشكل دائم، في ناس عم تشتغل شغلين ما عندها هذا الوقت المنظم، فبتلاقيها طول النهار ما بتاكل بترجع. يعني احنا بس في اكل موظفين صحيح. منظمين شوي بحياتنا انه خلص بيرجعوا بتوقيت معين في صحيح. عندهم غدا بس اغلبهم عندهم عشاء لانه غداهم حيكون بكير، هي ان كانت غدا ولا عشاء انا جسمي بالليل ما بيحرق يعني شو ما كان نوع الاكل، حتى لو خفيف حتى لو فواكه، فاغلب الناس هي وخصوصي برد ما حيتحركوا، فانا هون جسمي راكم يعني حتى لو نوعيته جيده ما لا سيئه يعني صحي نوعا ما، بس انا ما حرقه جسمي لهيك هو تراكم بجسمي. الا الخضار يعني اذا حدا اكل بالليل ممكن. مثلا حط صحن خيار بندوره خس. تمام هلا عشتة كمان بلاهم هدول لانه كثير سيئين ليه؟ يعني هلا هيك معلش لو ما كسرت قاعده اليوم بلاستيكي هرمونات الشيء اللي مو بموسمه قصدك تماما يعني. لانه هو هلا ضرره اكبر من نفعه بالعكس تماما، انا بكون عم ضر حالي. الفليفله والخيار، الفليفله هلا لسه معها شوي بس الخيار والبندوره هلا اخرهم فينا نقول بس تكون هي اثر البلاستيكي قديش بيكون، يعني اذا بلاستيكي عم نحكي بيكون في اثار كثير سلبيه؟ ايه مثل اضطراب الهرمونات يعني مبيض متعدد الكيسات هي اهمهم بيكون من الخيار والبندوره ممكن يجي هذا هي اول مره اسمع هالمعلومه، انا بعرف انه السكريات لا والزيوت المهدرجة والهرمونات اللي عم تنحقن حتى جوارح الدجاج أي لأنه منطقة الحقن بتكون بهي المنطقة فكأن نحن نبعد عنها تمام تحت الجلد كمان المنطقة اللي تحت الجلد فهيك نحن نستغني عنها على فكرة بالشتاء في كتير بدائل هذا النوع يعني يعني الخيار البندورة شو في عنا الخس البقدونس الملفوف في عنا الجزر طبعا ما كثير كل العالم عم ترغب بالبيت مشان الكوليرا يعني عرفتي بس اذا نظفتوها منيح احنا وقت عم ناكلها بالبيت نحن بنضيف الخل التفاح والملح الصخري فخلص يعني صار بيروح من اي شيء تمام. فانا في الشوندر الني على فكره ما بعرف ليش نحن دائما بنسلقه بعدين بناكله اطيب لا نحن كعادات عملناها ونفقد شوي من خواصه فانا صحيح. وقت باخده كيف الجزر بيتاكل؟ كيف الجزر هو صعب يتاكل هيك مباشره فانا ببشره يعني بنبشره فوق السلطه فحيعطيني لون بدل البندوره هذا اللون الاحمر، نفس الوقت انا حافظت على قيمته الغذائيه اخذته بشكل مباشر. الجزر فيني ابشره، في عندي الملفوف، في الجرجير، السبانخ ممكن نعملها سلطه حتى ففي كثير بدائل مو شرط اني انا بندوره العربية شوي هي وهي الطعمات عندنا مشكله يعني مثل ما قلتي السبانخ اذا ما سويناها حطينا لها دبس ورمان هي عادات يعني تماماً. دائما نجرب نحكم يعني انا يمكن من الناس اللي ما كنت اتخيل حالي اكل سلطه تبوله مو بس سلطه فاي لا طعمه طيب مقبول هي عادات بس نغير شوي عادات نفوت فيك انه نحن بدنا صحه لو 90% نحن قبلانين بس مو تكون حياتنا 10% هي الصحيه صحيح. طيب دكتوره خلينا نحكي عن اضطراب الاكل عند المراهقين يعني كثير بنسمع في دائما يمكن حدا بعائلتنا مر بهي المرحله، الام هون شو العمليه او ممكن كيف تلاحظ لما اقول انا اضطراب الاكل عند المراهق ممكن يمر فتره ويقطع بس احيانا بتشوف فيه بيستمر، يعني هي المرحله حساسه شوي عند الشباب والصبايا فبتلاقي في بيعبر بطريقه معينه ممكن من خلال الاكل حتى تغير الهرمونات وتغير كثير قصص عنده بتروح تجاه الاكل، هون الام كيف فيها تتعامل معه؟ كيف فيني انا مثلا نفس الوقت لانه صعب التعامل معه استشير اخصائي تغذيه ولا انطر كم يوم ولا كيف يكون التعامل بهي الحاله؟ هلا اغلبهم بيكونوا بنات وخصوصي على زياده الوزن يعني صحيح. في اضطرابات هرمونيه بتغير الجسم والوحده بتكبر صحيح وبالاكل اللي نحن عم ناكله الحقيقه مثل ما حكينا من شوي المبيض متعدد الكيسات ومقاومه الانسولين فهي حتزيد منطقه الحوض بالجسم والصبيه اول طلعتها حتكون انه لا انا بدي جسمي يكون صحيح ابدا يعني ظابط فبتلاقيهم
اما اضطربوا اكثر وزادت هي الحاله النفسيه عندهم وبلشوا بموضوع اني انا بدي اكل ما عم بحسن وقف بعمل عمليه الارجاع مثل ما حكينا من شوي، او بيمتنعوا عن الاكل نهائي كمان، هاد اني انا اصدم الجسم فجاه كمان بيهدد بالحياه. خلص صحيح. هلا لازم يكون اخصائي التغذيه يكون عنده وسيله اقناع. يعني انا احسن فوت بهذا الشخص احسن اقنعه بالشيء انه نحن كيف نبلش صح، في خطوات معينه، في تسلسل، في ما اصدم جسمي باي شيء، خليه يحبني حتى يحب الفكره اللي عم احكيها. فهذا كثير ضروري، وضروري اني اعطيه مساحه من الوقت استوعبه حتى يكون الحوار فعلا انه يطلع وانا مقتنع اني انا حبلش صح. واحيانا الام يعني ما بتحسن تسيطر انه هي اصلا تاخذها عند اخصائي تغذيه، فهون في الارشاد النفسي، نحن بقى بنصير بنفوت بالارشاد النفسي، اخصائي ارشاد نفسي كمان بحاجه صرنا كثير به، يعني تغير الزمن، تطورت الجينات والتكنولوجيا، فنحن بحاجه دائما لكل قصه باختصاصها. صحيح. كمان خلينا نحكي غيداء، اليوم كثير من الانظمه الغذائيه ممكن تكون مساعده او هي جزء من العلاج، يعني بنعرف في اغذيه بترفع المزاج بتحسن المزاج اذا حدا مكتئب، وفي اغذيه ممكن التخمه اللي بتساويها هي تزيد الحاله النفسيه السيئه. خلينا نحكي عن بعض هاي الانواع، شو نجتنب اذا نحن متضايقين، اكل ما راح يساعدنا، وشو مسموح والكميات. يعني الشوكولا بنعرف 95% او 97% منا سعاده، ولكن هي ممكن تاثر سلبيا. نحكي شوي شو نبعد وعشو نقرب. هلا الشوكولا كثير شيء ظريف و الكاكاو بحد ذاته يعني، ايه، بس نحن بدنا كمان ناخذ شوكولا محترم شوي، يعني انه تكون السكريات اللي بقلبها قليله. يفضل انه هي تكون شوكولا دارك لاخذ انا فعلا فوائدها، او ممكن تكون الشوكولا دارك شوكولا الغامقه بس محليه بمحليات طبيعيه مثل ما حكينا سكر الفواكه او الستيفيا او التمر. الكاكاو الخام هو بحد ذاته هو جيد وبيرفع المزاج، فهي شوكولا يعني حتعطيني هاد ترفع لي هرمون السعاده، فممكن اني اخذها، بس ما اني اخذ كميه يعني انه نص كيلو مثلا، هي قطعه صغيره بتكفي، يعني هي صفيه اني انا اقتنع بهذا الشيء. بس تملأ ما هيك بيقول المثل هذا للاسف. هلا ما بتتعشي بيجي حدا بيحط الاكل قدامك. هي اللي عادات، انا وقت بصغر معدتي وما بعطيها على هواها فخلص هي حتسكر، يعني انا بوصل لمرحله اني انا حاكل خلص، انا ما عندي احسن اكل كمان، ما بطاوعه اني لا يلا لقمه كمان لقمه كمان، هي المعده مثل البالون بالنهايه. زودنا لها كل يوم لقمه، حتى اللي بيعملوا عمليات قص معده وهن عندهم شراهه كبيره ما بيستفيدوا شيء، لانه مجرد ما حسنوا يردوا ياكلوا هن كل يوم حياكلوا لقمه زياده حيرجع ينتفخ مثل البالون. فلهيك هو نحن تدريب النفس، حتى اللي بدهم يقصوا معده المفروض يدربوا حالهم قبل على تصغير الكميات وتحديدها. في عنا المفروض نحن يكون في يومنا مثل ما بنحكي دائما، انا عندي خضره الفواكه اساسيه، ممكن نقي انواع من الفواكه تعطيني تفيدني لرفع. هلا مثلا مثل الموز، خلينا نحكي شوي غالي، بس الموز رح يشتري لو اعطينا خيار اخر. كثير غالي يعني الموز وايد كثير. تماما، هي يعني حتى للسياله العصبيه اللي حتوصل لي الشعور اني انا مرتاح نفسيا او لا غير مرتاح، يعني في كثير يعني مفيد هو. للاسف هلا نستنى شوي، هلا بدك تنزل سعره على الموز يعني. تمام. اجمالا نحن التنوع باكلنا المفروض بكل شيء، مو بس التنوع، هلا حتى الثقافه العامه، يعني للاسف ستايل الحياه اختلف، سابقا كان الموضوع مختلف، يعني نحن عم نحكي عن نظام غذائي مع نظام حياه بشكل عام. يعني اليوم بنشوف كل الناس انه مثلا ما عم تتبع ثلاث وجبات غذائيه او بتاخذ سناكات خلال النهار، كثير من الناس مثلا بتشتغل ساعات طويله ما عندها هذا الوقت الكافي. خلينا نعطي بعض النصائح لهدول الناس، يعني لو ما انك قدراني ما عندك وقت وتفطري وعندك هي العجقه وعندك بدال الشغل، انه لو قدرت مرق وجبات هيك صغيره خلال النهار ممكن عدل نظامي الغذائي ليعمل اعتدال، حتى هذا بياثر على مزاجك، يعني انت بتلاقيكي معصبه وستريس طول الوقت لانك ما انك اكله وما عندك وقت وعم تاكلي مثلا باخر النهار،
بترجع بتسمن يعني. فهون لا حتى مو اسمن، هلا اغلب اللي عندهم نحافه عندهم مشكله القولون العصبي، فكمان جوعت وما عندي اكل كمان، فالحاله الاخرى انا بطلت اكل. الناس اللي عندهم نقص بالوزن يفضل انه دائما يكون عندهم هيك بالشنطه بالجيبه اي شيء، عندي مثلا تمر، عندي زبيب، عندي سندويشات صغيره. يعني نحن باعتبار انه نحن بنميل هلا وخصوصي بالشتاء للطعم الحلو، فبدل ما انا اكل شوكولا واكل بسكوت واكل هي الامور الحلوه او حط سكره، انا السكره كثير بتزعجني، موضوع السكره انه هي حريرات على الفاضي يعني. صحيح. فانه انا اخذت تمره او ثلاث تمرات انا عوضتني، يعني عوضتني بالسكريات وبمعادن وفيتامينات شوي، حتى حتطول. ممكن الناس اللي عندها زياده بالوزن لا نعمل انه امور فيها الياف عاليه وسوائل عاليه، يعني مثل الخيار، الجزر، الملفوف، الشيء اللي فيه بروتين انا حيشبعني فتره اطول، الشوفان كمان حيشبعني فتره اطول. لهيك انا اعرف وين اتجه، الشغلات اللي حتشبعني تعطيني طاقه بنفس الوقت. يعني اليوم حكينا هيك معلومات كثير قيمه مهمه اكيد لكل يلي عم بمر يمكن باي نوع من انواع اضطرابات الطعام. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور.